مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذه النشرة كالعادة بأهم العناوين. تظاهرة في بغداد لإخراج القوات الأمريكية، ومبعوث واشنطن يؤكد قرار البرلمان حبر على ورق. مرجعية النجف تنتقد تأخر تشكيل الحكومة وتدعو فرقاء السياسة لتلبية مطالب المتظاهرين. التظاهرات السلمية في بغداد ومدن الجنوب مستمرة، وديالة تشيع شهيدها الثاني في التظاهرات. حقوق الإنسان النيابية تحذر من تسييس القضاء وتؤكد قدرته على تهدئة الاضطرابات في البلاد. إلى التفاصيل، مرحبا بكم مجددا. البداية من بغداد، حيث توجه مواطنون بأعداد كبيرة نحو محيط جامعة بغداد بمنطقة الجدرية وسط العاصمة للمشاركة في فعالية جماهيرية منددة بالوجود الأمريكي في العراق وتطالب بإخراج القوات العسكرية. الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد وجميع الطرق المؤدية إلى منطقة الكرادة، حيث عزلت هذه الإجراءات مناطق الرصافة عن الكرخ بشكل تام، كما ساعدت في نقل المتظاهرين من قرب مقار الأحزاب التي نظمت هذه التظاهرة. وتزامنا مع هذه الفعالية الجماهيرية المطالبة بخروج الولايات المتحدة من العراق، دعت واشنطن رعاياها في البلاد إلى عدم الاقتراب من سفارتها في بغداد. السفارة أكدت أن العمليات القنصلية العامة في بغداد ما تزال معلقة، فيما أشارت إلى أن قنصليتها العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات وإنجاز باقي الخدمات. وصف المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي جيمس جيفري قرار البرلمان العراقي القاضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد بغير الملزم، فيما أوضح أن الاتفاق بشأن الوجود الأمريكي في العراق جرى مع حكومة بغداد وليس مع البرلمان. مقتل سليماني أدى إلى تصويت في البرلمان العراقي لإخراج القوات الأجنبية. من الواضح أن هذا قرار عراقي بشأن مستقبل الوجود الأمريكي والتحالف. نحن نعترف بذلك ولسنا مهتمين بالجلوس والتحدث فقط عن الانسحاب. موقفنا كما تعلمون قلناه مرات عدة هو أننا على استعداد لمناقشة علاقاتنا الاستراتيجية الشاملة مع الحكومة العراقية. لدينا اتفاقية إطار استراتيجي مع العراق منذ عام 2008، إنه يغطي المشاركة الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية في جميع المجالات. هذا وجدد جيفري التأكيد على أن إيران تشكل قلقا متزايدا على بلاده ودول منطقة الشرق الأوسط، في حين حذر من استمرار خطر داعش على الكثير من الدول. لا شك أن إيران تشكل أكبر تحد في الوقت الراهن، وإدارة الرئيس دونالد ترامب تتخذ موقفا قويا لدفع إيران على انسحابها من المنطقة،
وداعش ما زال يشكل خطرا في العراق وسوريا رغم تدمير خلافته بشكل عملي، ونعمل على إبعاد أي دور لإيران أو الفصائل التابعة لها. ينضم إلينا الآن من أربيل المحلل السياسي رعد طرف. أهلا بك أستاذ رعد عرفة، عفوا، في نشرتنا. أستاذ رعد، وسط هذه الدعوات المتصاعدة من أجل خروج القوات الأمريكية من البلاد، من هي الجهة المخولة فعلا باتخاذ وحسم هكذا قرار؟ أحييكم وأحيي مشاهدي قناة فلوجة. في الحقيقة والواقع أن الواقع العراقي غير الذي نشاهده، فهنالك دولة عميقة في العراق، أي قوى مركزية سياسية وحتى اقتصادية تحرك الاقتصاد العراقي والسياسة العراقية والدبلوماسية العراقية. إذن البرلمان وحده لا يستطيع أن يمثل الشعب العراقي، وعلى الأخص هذا البرلمان الذي جاء نتيجة لتزييف الانتخابات في 2018، وكذلك هذا البرلمان الذي مثل للأسف المكون الشيعي فقط ولم يكون المكونات الأخرى عند إصدار قانون، عند إصدار قرار بإخراج القوات الأجنبية في العراق. فكان لابد أن يكون المكون الكردي وكذلك المكون السني داخل هذه القرارات المصيرية، ولابد من أخذ رأي المكونات الأخرى في العراق ليكون القرار عراقيا لا خارج العراق. طيب سيد رعد، المكون الذي أشرت إليه، المكون السني والمكون الكردي، كيف يمكن أن يستثمر علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع دول المنطقة من أجل يعني إرساء صيغة مناسبة لجميع الأطراف عراقيا بخصوص وجود القوات الأجنبية؟ لابد من مراجعة هذا القرار الذي لم يتخذ من رحم العراقيين، فلابد من الرجوع إلى السياقات الدستورية ومطالب المتظاهرين السلميين، منها المطلب الأهم هو تشكيل حكومة جديدة، وبعد ذلك الإعلان لانتخابات حرة نزيهة خالية من التزييف والتزوير وخالية من التدخلات الخارجية وخالية من تدخلات الميليشيات والعناصر الأمنية والقوات المسلحة في البلاد. فعندئذ نستطيع أن نكون برلمانا عراقيا رصينا يمثل العراقيين شعبا ومكوناتا. طيب. فكذا بعد هذا نستطيع أن نراجع هذا القرار، ومن خلال من خلال هذا البرلمان وهذه الحكومة الجديدة المستمدة من هذا البرلمان الجديد يمكن مناقشة هذا الموضوع، وعلى الأخص بدون تدخلات خارجية، وعلى طيب. الأخص التدخلات الإيرانية في من خلال أياديها الخفية في العراق. سيد رعد، يعني أنت تتفق مع قول المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي جيمس جيفري بأن قرار البرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية من البلاد قرار غير ملزم، وأن هذا الاتفاق تم مع حكومة بغداد؟ هذا لا شك فيه، لأن هذا القرار كما أسلفنا القول، هذا القرار صادر نابع من مكون واحد ومن إعازات خارجية ليست عراقية، وكذلك من الناحية العملية إقليم كردستان لم تلتزم بهذا القرار، وأعلنت مرارا وتكرارا أنها لن تلتزم بهذا القرار لأنها ليست قرارا عراقيا رصينا. فلهذا المصلحة الكردية وكذلك مصلحة العراقيين أن يبقون دولة عراقية مستقلة وذات سيادة لا تسيطر عليها أجندات خارجية من دول جيران وكذلك الدول الخارجية مثل أمريكا. فمن مصلحة العراق اقتصاديا وأمنيا وعسكريا وحتى سياسيا ودبلوماسيا التعاون مع الدولة الأمريكية والاستفادة من قوتها العسكرية والاقتصادية. طيب. وكذلك من مصلحة العراق التعاون والتعايش السلمي مع الدولة الإيرانية وهي الجارة للعراق ولها تاريخ طويل مع العراقيين
والشعبين العراقي والإيراني لا يمكنون الضغينة والفساد بعضهم البعض، فلهذا نستطيع أن نقول بأن من مصلحة الكل الجلوس في طاولة المفاوضات. هذا الحديث يكاد يشبه بشكل كبير ما تحدث عنه رئيس الجمهورية السيد برهم صالح في منتدى دافوس الاقتصادي، والذي أكد فيه على ضرورة تأكيد سيادة العراق ضد أي تدخل خارجي، سواء كان هذا التدخل إيراني أو أمريكي. التظاهرات اليوم التي تمتلئ فيها ساحات بغداد، كيف تضع هذا الحديث من السيد برهم صالح؟ أعتقد أن حديث رئيس الجمهورية جاء متناسقا ومنسجما مع آمال المتظاهرين، وكذلك منسجما ومتناسقا مع طموحات الشعب العراقي والمكونات الأخرى. فلهذا حتى الذين أصدروا هذا القرار يأسفون ويعتذرون وكذلك يندمون في بعض الأحيان عن إصدار هذا القرار، ولو كانوا جادين في إصدارهم لهذا القرار لأخرجوا القوات الأمريكية واستطاعوا أن ينفذوا هذا القرار بغضون أسابيع. ويبدو أن مراجعتهم الحسنة لهذا القرار السيء جاء تلبية للواقع المر الذي يعيش به العراق، وكذلك الواقع السياسي، وكذلك الاقتصاد المتردي للعراق، وكذلك السيطرة الأمريكية من الناحية الأمنية. طيب. وكذلك العسكرية وأجواء والسماء العراق، وكذلك الاقتصاد العراقي. نعم. أصبح كل ذلك ضغطا على الذين أصدروا هذا القرار ليراجعوا ويتريثوا قليلا من تنفيذ هذا القرار. ما معنى ما تفضلت به؟ هل أنت تشكك في جدية الجهات التي دعت إلى التظاهرات في حقيقة إخراج القوات الأمريكية أو في قدرتها على إخراج القوات الأمريكية من البلاد؟ هنا يطرح سؤال مهم، إذا لماذا تمت الدعوة إلى هذه التظاهرات في هذا الوقت تحديدا؟ لا شك أنني أشك وأزعم أنهم قد تباطؤوا في تنفيذ هذا القرار، لأن حتى القرار البرلماني واضح، وكذلك الحكومة التنفيذية التي بيدها مقاليد الأمور العملية بأيديهم يستطيعوا أن ينفذوا هذا القرار، ولكنهم لم ينفذوا، وذلك لأن هذا القرار جاء انفعالا رد فعل القوى المرتبطة بشكل من الأشكال بالدولة الإيرانية، وكذلك الميليشيات التي لها ولاءات طائفية للدولة الإيرانية، وكل القيادات الذين صرحوا مرارا وتكرارا بأنهم يؤمنون بولاية الفقيه. فإذا جاء، ولكن بعد أن أعلن الإيرانيون التريث في ردات فعلهم وأطلقوا بعض الصواريخ كنوع من تسكين الخواطر الإيرانيين، فأصبحوا هم أيضا يراجعون أنفسهم أيضا. نعم، المحلل السياسي رعد عرفة، كنت معنا من أربيل، أشكرك جزيل الشكر. الأخبار مستمرة. شددت مرجعية النجف على أهمية حفظ سيادة البلاد من أي تدخل ينتهك حرمة الأراضي العراقية، في حين دعت الحكومة والأحزاب السياسية إلى تنفيذ مطالب الشعب التي قدم لأجلها تضحيات كبيرة. إن المرجعية الدينية تؤكد موقفها المبدئي من ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً، ورفضها القاطع لما يمس هذه الثوابت الوطنية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة. وللمواطنين كامل الحرية في التعبير بالطرق السلمية عن توجهاتهم بهذا الشأن، والمطالبة بما يجدونه ضرورياً
لصيانة السيادة الوطنية بعيداً عن الإملاءات الخارجية. هذا وانتقدت المرجعية تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، داعية الفرقاء السياسيين إلى توحيد جهودهم للإسراع في تشكيل هذه الحكومة. إن تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلا عن المدة المحددة لها دستوريا، فمن الضروري أن يتعاون مختلف الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف وفق الأسس التي أشير إليها من قبل، فإنه خطوة مهمة في طريق حل الأزمة الراهنة. إن المرجعية الدينية تدعو مرة أخرى جميع الفرقاء العراقيين إلى أن يعوا حجم المخاطر التي تحيط بوطنهم في هذه المرحلة العصيبة، وأن يجمعوا أمرهم على موقف موحد من القضايا الرئيسة والتحديات المصيرية التي يواجهها، مراعين في ذلك المصلحة العليا للشعب العراقي. أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح جولة لقاءات جديدة على هامش منتدى دافوس لبحث عدد من الملفات أبرزها سيادة العراق وإعادة إعماره ودعم اقتصاده وتطوير نظام الانتخابات فيه. هذا والتقى صالح بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث أكد على ضرورة إسهام ألمانيا في إعمار العراق والمشاركة في الفرص الاستثمارية الواعدة. كما ناقش مع رئيس وزراء أستونيا يوري راتاس تجربة أستونيا في مجال الانتخابات وإمكانية مساعدة العراق بهذا المجال، فضلا عن لقائه برئيس وزراء هولندا لبحث مساهمة هولندا في تنشيط الاقتصاد العراقي وتطوير البنى التحتية. في السياق، أكد صالح على أن العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة كاملة ومنع أي إملاءات خارجية من أي دولة كانت. وقال صالح أن العراقيين يصرون على دولة ذات سيادة غير منتهكة، خادمة للشعب وتلبي المطالب التي يتطلع إليها أبناء الشعب، ودولة ضامنة لحقوقهم وأمنهم ولا تقبل التدخلات الخارجية أو سياسة فرض المحاور. يواصل العراقيون تصعيد تظاهراتهم السلمية مع استمرار السلطات والأحزاب السياسية بتجاهل المطالب واستخدام العنف المفرط لتفريق اعتصاماتهم. وفي غضون ذلك، أفادت مصادر طبية باستشهاد متظاهرين اثنين في ساحة الجيلاني وسط العاصمة بغداد. وفي وقت سابق أصيب 6 متظاهرين بحالات اختناق قرب ساحة الطيران وسط العاصمة نتيجة الصدمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فيما أدان متظاهرون وناشطون استخدام العنف من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين العزل. أحصت منظمة العفو الدولية استشهاد أكثر من 600 متظاهر عراقي منذ تشرين الأول الماضي، منهم 12 متظاهرا خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنها تحققت من استخدام الأمن العراقي الذخيرة الحية ضد المحتجين. وأكدت المنظمة في تقرير لها تحققها عبر شهادات ومقاطع فيديو من استئناف القوات الأمنية حملة العنف المميت ضد المتظاهرين السلميين في بغداد وعدد من المدن الجنوبية. وقالت إنها تحققت من استخدام السلطات الذخيرة الحية وقنابل مميتة لقتل المحتجين ضمن ما أسمتها موجة مستمرة من التخويف والاعتقالات والتعذيب، واعتبرت أن التصعيد الأخير إشارة واضحة إلى أن السلطات العراقية لا نية لها على الأطلاق لوضع حد حقيقي للقمع وفق تعبيرها. ودعت السلطات العراقية إلى كبح جماح القوات الأمنية فورا وإبعاد المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة وبدء تحقيقات شاملة ومستقلة بهدف المساءلة وتعويض المتضررين وعائلاتهم.
للحديث حول موضوع التظاهرات أكثر ينضم إلينا مراسلنا من العاصمة بغداد علي عبد الكريم. مرحبا بك علي. علي، حدثنا عن أبرز التطورات لديك في العاصمة بغداد، خصوصا وأننا سمعنا اليوم استشهاد متظاهرين أو إصابتهم في ساحة الجيلاني وسط العاصمة، ما هي الأوضاع لديك؟ مرحبا بك جميلي وبكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية. عمليات الكر والفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية متواصلة، وأيضا معها تتواصل عمليات الإصابات وأيضا عدد الشهداء. إلى غاية اللحظة لم تكن هناك إحصائية رسمية من قبل وزارة الصحة أو الجهات الحكومية الرسمية في العاصمة بغداد. أيضا الآن هطول أمطار، كل هذه الأمطار والأنواء الجوية السيئة لم تمنع المتظاهرين من العودة إلى منازلهم، بل هم مستمرون هنا إلى غاية تحقيق المطالب كما يقولون. للحديث أكثر عن ما يجري هنا داخل العاصمة بغداد سنتحدث مع المتظاهرين اللي موجودين ويانا. السلام عليكم، وحدثنا اليوم رغم الأمطار ورغم كل شيء أنتم متواصلين. والله إحنا رغم الأمطار ورغم أي شيء يصير إحنا ما ننسحب منه. ما ننسحب إذا يعني ما يلبون حقوقنا مطالب المتظاهرين، ما ننسحب منه إحنا. ويوم عن يوم وين ما يريدون احنا نتقدم. زين، اكو عمليات استشهاد اليوم؟ سمعنا اكو 2 مستشهدين. اي اكو، اي اكو اليوم والبارحه اجونا طبونا بالكوسرات، يعني اندعوا يعني بصفه معينه وطبونا. اي اي الساعه بثنتين هيك تمام، يعني وصدينا لهم احنا وما يطبون. تمام، شكرا لك، شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حدثنا اكثر عن التظاهرات. التظاهرات طبعا رغم سوء الجو، رغم سوء يعني هذا البرد، تعرف العالم مجاعه، يعني عبالك مجاعه، يجون الجماعه ينطون اكل للولاد اللي كاتلهم الجوع هنا وكاتلهم البرد. طبعا مع هذا هم مصرين على انه ما يطلعون الا يتحقق اخر مطلب هم جوي عليه. تمام، شكرا لك، حدثنا حبيبي. اول شيء اشكر قناه الفلوجه على هذا البث المباشر اللي لحد الان انت ويانا، يعني ماكو قناه ما تسال صاروا ويانا، لان هاي قناه الفلوجه السباقه. كنا على التظاهرات، احنا مستمرين الحين مطالب الشعب العراقي، مستمرين يم جسر محمد القاسم، ومستمرين وسنطي شهداء وسنطي جرحى وسنطي اشكال والوان. احنا ملينا، يزعنا، نريد واحد يلتفت لنا، يتنوع لنا، ملينا يزعنا. شكرا لك حبيبي. بعد روح. ايضا الوضع الامني في العاصمه بغداد هادئ جدا، خاصه بساحه التحرير والمناطق القريبه منها، اما الكار والفار وعمليات الاشتباك فقط هي على شريع محمد القاسم. نعم جميل. طيب علي، اليوم كانت هناك مظاهرات حاشده يعني الجمعه ربما قبل وبعد خطبه المرجعيه، ما هي تصورات المتظاهرين الاخرين من خروج التظاهرة اليوم التي سميت بالمليونية؟ هل هناك تصورات أخرى لدى المعتصمين لديك عن المظاهرات التي حدثت؟ نعم، هنا بساحة التحرير كان بين مؤيد ومعارض، البعض يرى. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع زميلنا علي عبد الكريم، ربما نعاود معه الاتصال لاحقا بعد أن نستأنف نشرتنا. على غرار التصعيد السلمي الذي تشهده بغداد وعدد من المحافظات، وقعت صدامات بين محتجين وقوات أمنية في محافظة كربلاء. الصدامات اندلعت باستخدام الحجارة من طرف بعض المتظاهرين، فيما استخدمت قوات الأمن القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق وسط دعوات للمتظاهرين بعدم تكرار المواجهات والاقتراب من مناطق قوات الأمن. أما في محافظة الديوانية فقد واصل المحتجون إغلاق الطريق الدولي الرابط بين المحافظات الجنوبية لليوم الخامس على التوالي. وقال المحتجون إن إغلاق الطرق سيبقى مستمرا لحين تنفيذ جميع المطالب، ولن يتم فتحها إذا استمر التسويف الحكومي بحسب وصفهم، مشيرين إلى أن هناك استثناءات محددة منها إدخال المواد الغذائية والحالات الطارئة والمرضية. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها الطرق مغلقة بأمر الشعب وإكراما للشهداء. ناشد قائد شرطة محافظة ذي قار الجديد العميد ناصر لطيف الأسدي المحتجين في المحافظة بالعودة إلى ساحات التظاهر في الحبوبي.
نعم، رسالة قائد الشرطة جاءت عقب رفض المتظاهرين وساطة عشائرية تهدف إلى فتح الطريق الخارجي والطرق الداخلية التي أغلقها المحتجون منذ يوم الاثنين عقب نهاية المهلة، فيما تعهد ببذل الجهود لإيصال صوتهم إلى الحكومة. توفي متظاهر ثان متأثرا بجروحه التي أصيب بها الاثنين الماضي في الاحتجاجات التي خرجت غرب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى. تظاهرات الاثنين قرب مجسر المفرق شهدت تسجيل 4 إصابات في صفوف المتظاهرين، توفي على إثرها متظاهر في اليوم التالي. جدير بالذكر أن محافظة ديالى قبل أسبوع لم تشهد أي حالات وفاة في صفوف المتظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات مطلع شهر تشرين الأول الماضي. إلى ذلك، حذرت لجنة حقوق الإنسان النيابية من تسييس القضاء الذي سيؤدي بالدولة إلى حالة الانهيار وتغييب القانون. وقالت عضو اللجنة يسرى رجب إن القضاء العراقي قادر على حل جميع المشاكل التي تواجه استقرار الدولة وزعزعة أمنها، بما في ذلك الدقات العشائرية وانتشار المظاهر المسلحة خارج القانون والتي تؤدي بالبلد إلى حالة فراغ أمني، مطالبة القضاء العراقي بأداء واجبه في حماية الدستور وحقوق الإنسان وحماية أدائه واستقلاليته بعيدا عن الضغوط والتدخلات السياسية. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها أيضا في آخر إحصائية تقديرية لوزارة التخطيط، سكان العراق 39 مليونا بينهم 4 ملايين أمي. أعلنت وزارة التخطيط أن نسبة الأمية في العراق بلغت نحو 13% من مجموع السكان البالغ عددهم 39 مليون عراقية. وقالت الوزارة إن النسبة ترتفع بين الإناث ممن تزيد أعمارهن عن 10 سنوات، فيما تنخفض بين الذكور. وأوضحت أن عدد سكان العراق وصل إلى أكثر من 39 مليون نسمة، فيما يبلغ السكان الذين هم بعمر 10 سنوات فأكثر 28 مليون نسمة، أي أن عدد الأميين يصل إلى 3,700,000 عراقي. في خطوة لزيادة ثقافة ووعي المجتمع، أطلقت الشرطة المجتمعية في محافظة ديالى مبادرة الشرطي الصغير لمحاربة الجريمة قبل وقوعها. القصة الكاملة في سياق تقرير مراسلنا عمر العبيدي. الشرطي الصغير هو نواة وحلقة وصل لتشخيص الظواهر السلبية المجتمعية، وتعمل مع المختصين على إصلاحها والحد منها. مبادرة هي الأولى من نوعها أطلقتها مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية للدخول إلى المدارس الثانوية والابتدائية. هذه التجربة راح تخدم بناتنا وراح تخدم مجتمعنا، كون الطالبة هي عنصر في مدرسة وأيضا في أسرة، وهذه الأسرة في المجتمع، فعندما الأفكار تنتقل إلى هذه الطالبات سوف تنتقل إلى أسرهم وإلى أصدقائهم وإلى المجتمع الأكبر. وهذه ومن واجبات الشرطة المجتمعية أنه هي محاربة الجريمة قبل وقوعها. المشاركون في هذا العمل التطوعي يؤكدون على أهمية هذا المشروع ويشيرون إلى دور التقارب بينهم وبين المجتمع، وهذا عامل أساس تشجيع المشاركات والاستمرار بالعمل وتوعية الطلبة من عدة مخاطر تواجههم.
نحارب الجريمة قبل أن توقع. يعني مثلا إحنا دورنا توعوي أكثر من ما هو دورنا تحقيقي وشرطة ومنتديات ومراكز شرطة. إحنا نتصل بالأعضاء الكبار اللي موجودين أعضاء الشرطة المجتمعية، نوصل صوت كل بنية مظلومة أو متعرضة لابتزاز أو متعرضة لتحرش، حتى نخلي حد لهاي الظواهر السلبية اللي موجودة بالمجتمع. الجهة الراعية لهذا المشروع بدورها تؤكد على التركيز على هذه الفئة المجتمعية الشبابية، كونها عرضة للضغوطات النفسية وأخرى متعلقة بظواهر خارجية ودخيلة على المجتمع العراقي، كتناول المخدرات والابتزاز الإلكتروني. دربناهم، تلقوا تدريبات، وأيضا تم تخرجهم مباشرة بتنفيذ المهام الممكنة إليهم، وهي التوعية بمخاطر وكيفية التجنب الابتزاز الإلكتروني، المخدرات، العنف الأسري اللي داخل البيت، التحرش خارج المدرسة وفي أي مكان آخر، وكل الظواهر السلبية الموجودة بالمجتمع اللي ممكن أن تكون داخل المدرسة. دخول الشرطة المجتمعية للمدارس وتطوع بعض الطلبة قد يساهم للحد من الأعمال المخلة وانتشار السجائر وفي بعض الأحيان المخدرات بين الطلبة. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن لا تسمح بلاده بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق، داعيا إلى ضرورة منع انجراره إلى الفوضى. ينبغي العمل من أجل الحيلولة دون انجرار العراق إلى الفوضى والاضطرابات من جديد. لن نسمح بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق وندعو الجميع إلى التهدئة. إلى الصين، حيث تسارع الصين إلى زيادة الإنتاج في الأقنعة الواقية للفيروسات، خصوصا فيروس كورونا الذي أحدث حالة من الهلع بين السكان. وتصاعدت حدة الطلب لتلك الأقنعة من قبل الشعب الصيني، خصوصا بعد وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 850 آخرين. وأشار عاملون إلى أن العطلة الربيعية المخصصة تم إلغاؤها بسبب حالة الطوارئ التي تمر بالبلاد. الإنتاج على مدار الساعة، جميع العاملين في شركتنا بما في ذلك المديرون ينتجون الأقنعة، ولن يتوقفوا خلال عطلة عيد الربيع. سنبذل قصارى جهدنا لضمان الإمداد من الأقنعة وإدخالها في السوق. يمكن لشركات تصنيع القناع التي استأنفت الإنتاج هنا إنتاج أكثر من 8 ملايين قطعة في اليوم، والقدرة القصوى يمكن أن ترفع إنتاج القناع في الوقت الحالي إلى 20 مليون قطعة يوميا. وقد استعادت السعة الآن ما يقرب من 40%، وستستأنف المزيد من الشركات الإنتاج في الأيام التالية. هز انفجار عنيف مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية فجر اليوم الجمعة. هذا ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا وجرحى في الانفجار الذي هز مصنعا في المنطقة، فيما منعت الشرطة الصحفيين من الاقتراب من موقع الحادثة لعدم انتهاء التحقيقات والتوصل إلى خيوط الحادثة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا. تظاهرة في بغداد لإخراج القوات الأمريكية، ومبعوث واشنطن يؤكد قرار البرلمان حبر على ورق. مرجعية النجف تنتقد تأخر تشكيل الحكومة وتدعو فرقاء السياسة لتلبية مطالب المتظاهرين. التظاهرات السلمية في بغداد ومدن الجنوب مستمرة، وديالى تشيع شاهدها الثاني في التظاهرات.
وحقوق الإنسان النيابية تحذر من تسييس القضاء وتؤكد قدرته على تهدئة الاضطرابات في البلاد. انتهت إلى هنا النشرة مشاهدينا، ودائما كالعادة للمزيد زوروا الفلوجة دوت تي في وأيضا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء. في أمان الله. يعطيك العافية.